السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي شهوات أم إناس، ومرحبا بكم في قناتكم. اليوم جبت لكم غريبة البهلة، غريبة الزيت ديال زمان بدون زبدة وأيضا بدون اللوز، ولكن راه كتجي غزالة البنات. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تنساوش تبارطاجيو وتابوناو في لاشين. السلام عليكم البنات. بالنسبة المقادير، عندي هنا 2 كيلو ديال الدقيق فورص اللي كما شفتوا راه غربلتو. عندي هنايا 4 الكيسان هنا العبار ديال 2 كيلو ديال الدقيق، يعني ممكن انكم ديروا غير كيلو. 4 الكيسان ديال العنبه من سكر كلاصي. وعندي هنايا كاس ديال الجنجلان مع كاس ديال النافع، وهنايا 4 الخمارات كما كتشوفوا، ونصف لتر ولتر من الزيت النباتية. هادو هما المقادير البنات، نبداو على بركة الله. هكا البنات، هذا هو غادي نديرو سكر كلاصي، حتى هو من الأحسن نغربلوه. وغادي ندير الخمارات، ماشي، ورص المعلقة البنات ديال الخميرة الخبز، كبيسة الملحة، وهنايا النافع، الزنجلان حبة حلاوة، هنا كنحاول نخلط هاد المكونات مزيان، عاد غادي نضيف الزيت النباتية. بالنسبة للزيت غنضيفو لتر كامل ونحركو، وهانتوما غتشوفوا معايا الطريقه مزيان. ودابا غنبدا نكبو بالزيت. هنايا كنحاول ندخل الزيت في الدقيق كما كتشوفوا، يعني ندخلوها مزيان، ومن بعد غادي تولي لينا العجينه في يدينا طباق. وما تخافوش، هذيك الزيت راه كافيه. بالنسبه اللي ما قداتوش ممكن انه يزيد غير شويه فين تجمع ليه الزيت. كما كتشوفوا هنا كندلك غير واحد شويه، يعني ماشي بزاف. الا ما قدرتوش ديروه بحال هكا، ممكن انكم تشدوا الحكاكه، يعني باش كنحكو خزو ولا مطيشه، ودوزو هاد العجينه كامله في الحكاكه مره ولا جوج، صافي كتكون واجده. اما اللي بغى يدير بحالي هكا كتجيني هكا سهله، حيت اصلا كتكون رطبه بزاف ودغيا كتدلك ليا كما كتشوفوا، يعني راه ما كتعينيش. غادي نوريكم العجينه كما غتشوفوا. ايناس انت هنا، غادي نوريكم كما كتشوفوا العجينه كتجي رطبه بزاف. يا قول لهم ايناس، كتجي رطبه العجينه بزاف.
بزاف، وكنحاول هنايا ندير كويرات بحال هكا دغيا كتجمع لينا، وماشي كتكون كتجينا صعيبه في الجميع، يعني دغيا كتجمع لينا كتجي مقاده، التزموا غير بهاد المقادير ان شاء الله راه غتجيكم زوينه البنات بزاف. بالنسبه لهاد البهله راه ما فيهاش اللوز، ممكن انكم تضيفوا ليها اللوز، ولا بغيتو ديال اللوز راني ديجا حطها على القناه ديالي، ممكن انكم تشوفوها وجربوها حتى هي. هذه كما قلت لكم راه ديال زمان، ديال الزيت بوحده فقط يعني بدون زبده. بالنسبه لهذه كتعطي كميه كثيره، ممكن انكم تكتفيوا غير بكيلو ديال الدقيق وديروا نصف المقادير، يعني حتى من الزيت غديروا نصف لتر من الزيت النباتيه. تقريبا كتعطي بزاف صراحه، ما حسبتش شحال من حبه، ولكن يعني فيها الخير والبركه. هنايا كما كتشوفوا صافي تقريبا وجدت ليا، كورتها كما كتشوفوا ها هي ما تفرتات ما والو، وكتبان لكم انها طبا يعني دغيا تكورات ليا. صافي غادي نزكى من تليك كما شفتوا هنايا، حطيتها في هذا البول غادي نخليها ترتاح علي ما جمعت الدنيا وقديت وخليتها ترتاح على خاطرها هي الصراحه، باش ما بقات ارتاحت باش ما كتجي مزيانه. وممكن انكم تخليوها على الاقل اللي كان زربان نصف ساعه، ومن بعد بداو تشكلوها وحطوها في الفران باش تطيب. ها هي عجينه ديال البهله ديالنا، ها هي خليتها ارتاحت مزيان، وهذا هو المول اللي غادي نحطو فيها، غنحطو هنا. ممكن انكم تستعملوا غير لاطا عاديه، واللي عنده هذا المول ديال البهله ممكن حتى هو يستعملها. هنايا غنبدا ناخذ شويه من العجين، غادي نكورها ونحطها فوق اللاطا، وغادي ندخلها الفران. تقريبا هي البهله الصراحه البنات الا بغيتوها تجيكم مزيانه، البهله كتبغي الفران ديال الزنقه، يعني كتشقق وكتجي زوينه البهله، كيصلح ليها الفران تاع الزنقه. واللي بغى يديرها في الدار راه كيحطها لتحت والعافيه كتكون من الفوق حتى كتشقق لينا، يعني غير كتبان لنا تشقات ماشي طابت، غير تشقات ومن بعد عاد كنطلعوها تكمل طيابها. وكما قلت لكم الا بغيتوا البهله تجيكم زوينه لون واحد ويعني محمره كلها ومشقه كامله، الفران ديال الزنقه راه كيصرعها البنات صراحه. هذه نصيحه خدوها مني، انا ديما كنديرها في الدار، ولكن هذه المره صراحه درتها في ديال الزنقه، صدق ليا زوين بزاف بزاف بزاف، ولكن اللي عندها تاع الدار تقدر ديرها فيه. غا النتيجه الصراحه كانت مرضيه، عجبتني بزاف. هنا كما كتشوفوها هي راه كتكون ملسه ورطبه بزاف، يعني كتعاوني انها كتكور ليا دغيا وكنحطهم. هنايا كما كتشوفوا ساليت البهله، يعني درت هاد اللاطه كامله، من بعد غادي نديها الفران حتى طيب ونوريها لكم كي كتجي. بالنسبه لهادو البنات حاولوا انكم ما تكبروش الحبه بزاف باش ما تهبطش لكم على سميتو ويتلاصقوا لكم. البنات هاي البهله ديالي بعد ما جتها من الفران صراحه عجبتني بزاف وكتجي زوينه. هذه اللي جتها من الفران صراحه كما كتشوفوا كتجي مشقه بزاف، والبنه بنينه هشيشه، وايضا في هذيك التقرميشه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا جيم، تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباء وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات ديالي.
خليتكم في رعاية الله، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد او شهيوة من شهيوات ام ايناس. بسلام عليكم. باي.